وصلنا لختام هذه الفعالية والمؤتمر الصحفي الخاص ببطولة الأهلي الدبلوماسية. بنتمنى للبعثات الدبلوماسية استمرار طيب الإقامة في مصر الناهضة الآمنة المستقرة، وإن شاء الله تكون بطولة جيدة. ويعني بشكر كل القائمين الحقيقة على تنظيم هذا المؤتمر، ومرة أخرى كل السادة السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية. عندنا في الختام الحقيقة حاجة مهمة، النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب عنده تيشيرت هيهديه للسفير لوي، وأيضا السفير لوي عنده تيشيرت سيهديه للنادي الأهلي للمهندس خالد مرتجي، سيتفضل بتبادل التيشيرتات. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودائما تجمعنا مظلة النادي الأهلي ومصر. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم.